بكم جديد في درس عموميات حول الدول العددية. هذه المرة هذه غادي نشوفوا مركب دالتين عدديتين. قبل ما نعطيو تعريف ديال مركب دالتين عدديتين لازم نعرفوا الدالة العددية، يعني شنو هي الدالة العددية وشنو هو التعريف ديالها. الدالة العددية ديما كترتبط بجوج ديال المجموعات، مجموعة الانطلاق ومجموعة الوصول. كنقولوا دائما كنقولوا دالة عددية معرفة من إلى، يعني من مجموعة الانطلاق اللي هي المجموعة F ومجموعة الوصول اللي هي المجموعة F. لاحظ معايا أن الدول العددية أو الدالة العددية هي تطبيق يربط مجموعة عناصر E بعنصر واحد أو بصورة واحدة في المجموعة F. يعني هو كل تطبيق يربط مجموعة عناصر E، يعني عندنا واحد المجموعة بعنصر واحد، مثلا هذا عنده صورة، هذا عنده صورة، هذا عنده صورة، هذا عنده صورة، هذه الدالة بعنصر واحد في المجموعة F. ما عمرنا نلقاو عنصر واحد عنده جوج ديال الصور، عنده جوج ديال الصور، هذه ما عمرك تلقاها. أنا هذيك الساعة ما تسماش الدالة العددية. الدالة العددية هي تطبيق يربط مجموعة عناصر E بعناصر وحيدة في المجموعة F، يعني كل عنصر عنده صورة واحدة. فهاد الدالة هذه كتسمى، فهاد التطبيق هذا كيتسمى الدالة العددية. دابا نشوفو ملي عرفنا الدالة العددية نعرفو مجموعة تعريف الدالة العددية. إذا مجموعة تعريف الدالة العددية هي مجموعة عناصر أو مجموعة الأعداد التي لها صور بالدالة F. يعني هاد العدد هادو، هاد العدد هادو اللي عنده صور بالدالة F، هذا قلنا ما عندوش صورة، إذا هاد العناصر بربعة اللي عندهم صور بالدالة F كيتسمو كيكونوا لي واحد المجموعة تسمى بمجموعة التعريف. يعني شنو هي مجموعة التعريف؟ مجموعة التعريف هي مجموعة الأعداد الحقيقية التي لها صور بالدالة F. يعني أي عدد ما عندوش صور بالدالة F فهو لا ينتمي إلى مجموعة تعريف الدالة F. مثلا هذا، مثلا هذا، ومثلا هذا. إذا بما أننا عرفنا المجموعة الدالة، مجموعة تعريف الدالة العددية، عرفنا الدالة العددية، دابا نشوفوا مركب دالة، دالتين عدديتين. إذا مركب دالتين عدديتين كاين جوج ديال الدول، لاحظ معايا، كاين الدالة الأولى وكاين الدالة الثانية. يعني الدالة كتخلينا نمروا من مجموعة لمجموعة، ودالة واحدة أخرى غتخلينا نمروا من هذه المجموعة لمجموعة أخرى. يعني نشوفوها، إذا غنمسحوا هذه المجموعات، إذا كان عندنا ثلاثة ديال المجموعات، مجموعة E و F و G، غنرسموهم. مجموعة E، مجموعة F، المجموعة G. إذا هنا هاد الدالة هادي اللي كتربطنا من مجموعة E لمجموعة F غنسميوها F، وهاد الدالة هادي اللي كتربطنا من مجموعة F لG غنسميوها G. إذا هنا غناخدو بعض العناصر باش تفهمو، غناخدو بعض العناصر، غناخدو العناصر اللي كتنتمي لمجموعة E نسميهم X، العناصر اللي كتنتمي لمجموعة F ناخدو نسميهم Y، ناخدو غير ثلاثة بهاد اللحظة، والعناصر اللي كتنتمي لمجموعة J نسميهم Z، Z1 و Z2. لاحظ معايا، هنايا ناخدو Y1 هي الصورة ديال X، Y جوج هي الصورة ديال X جوج، Y ثلاثة هي الصورة ديال X ثلاثة، وهذا ما عندوش الصورة، يعني حبس، يعني هنا توقف. عندنا هنايا عاوتاني هذا عنده صورة بالدالة الجي، يعني هادي الدالة اللي اختارت هاد العناصر هادو بهاد العناصر، وهذا عنده صورة، لكن هذا موقف، هذا ما عندوش. إذا هنا شنو كنلاحظو؟ هاد الأعداد التي لها صور في المجموعة F بالدالة F فهي تنتمي لأي مجموعة، تنتمي إلى مجموعة التعريف. حنا كيفما قلنا مجموعة التعريف هي المجموعة التي تحتوي على عناصر لها صور بالدالة F. يعني هاد الأعداد هادو بما أن لهم صور بالدالة F فهم كينتميو لمجموعة التعريف. يعني X1 X1 و X2 و X3 كيتساميو إلى مجموعة تعريف دالة F كنسميوها ديدو F. وهذا العدد X4 بما أن ما عندوش صورة، X4 ما عندوش صورة، إذا فهو لا ينتمي
الى مجموعه التعريف ديالو اف. كذلك الاعداد هذا اي واحد عنده صوره، اي 2 عنده صوره، اي 3 ما عندوش صوره، لكن باش اي داله جي اذا في اي واحد مع اي 2 ينتميان الى مجموعه التعريف داله جي، في حين ان اي 3 لا ينتمي الى داله جي. دابا هادشي خلانا هادشي الرسم هذا خلانا خاصنا نعرفو بمجموعة التعريف دالة جيرون. هنايا عندنا جيرون اف، إذا هاد العلاقة اللي كتربطنا من هاد المجموعة مرورا ديريكت لهاد المجموعة بلا ما ندوزو هنا فهي جيرون اف. هاد الدالة هادي اللي كتربط ما بين هاد المجموعة او بالمجموعة جي سميت بجيرون اف، يعني كدير اف هي الاولى كتبع بالجي، يعني كدير اف هي الاولى عاد باش كتبعها بالجي. لاحظوا واخا اف هي الاولى عاد بالجي، لكن الداله اللي تخلينا نمروا من هنا لهنا سميتها جيرون اف، حيت جي ديال اف دي اكس، يعني حتى دير الصوره ديال اف دي اكس عاد باش دير الصوره ديال الجي. هي هادشي اللي دارنا تبعتها من لاتر ديما. الا كانوا الاقواس دائما كتخدم هادشي اللي داخل الاقواس، بحال دابا هنايا هاد جيرون اف راه هي راه بحال جي اف دي اكس. دابا انا عندي الاقواس، فين كاين الاقواس؟ عندي الداخل، يعني كنحسب الصوره ديال اف دي اكس عاد باش نحسب الصوره ديال الجي. لاحظ هادشي خليه من بعيد، خليه قبل ما تفهم هادشي خاصك تفهم مجموعه تاع. اذا هاد الداله هادي اللي حنا اللي كدوزنا من الاو للجي كتسمى جيرون اف، خاصنا نعطيوها مجموعه التعريف ديالها. اذا اذا كانت مجموعه التعريف ديال اف مع بينا كتكون بينا، يعني الداله عندك اف غتكون عندك مقام ولا جي ديال الارقام ديال مجموعه التعريف، ديال الجي حتى هي غتكون عارف كيفاش دير ليها، تكون مقام ولا جدر ولا جدر في المقام تقدر تلقى عليها مجموعة التعريف. دابا خاصنا نعرفو مجموعة التعريف الدالة جيرون اف. لاحظ معايا إلا قلت ليك شنو هما الأعداد اللي من هاد المجموعة وخرجوا ليهم صور بالدالة جيرون اف، يعني إكس واحد إلا تبعناه عطانا إكس واحد ثم عطانا زاد واحد، يعني إكس واحد الصورة ديالو هي زاد واحد، إكس دو الصورة ديالو إكس دو بالدالة اف، ومن بعد درنا ليه الصورة بالجي عطاني زاد دو، يعني إكس دو عنده صورة في الدالة بالدالة جيرون اف. شنو هما الأعداد اللي ما عندهم صورة؟ هاد إكس ثلاثة ما عندوش صورة هنايا، ما خرج لنا والو، إكس ربعة حتى هو ما خرج لنا والو هنا. إذا هنا هذا هو اللي يخلينا نعطيو تعريف الدالة جيرون اف. إذا باش يكون هاد العدد هذا عنده صورة في الدالة الجي، يعني في الدالة عنده صورة في المجموعة الجي بالدالة جيرون اف، شنو هو الشرط اللي خاصنا نحطو عليه؟ إذا أول حاجة باش نمرو من هنا لهنا، خاص تكون عندنا هاد الأعداد هادو خاصهم يكونو كيتساويو مجموعة التعريف الدالة اف. إذا الدالة مجموعة التعريف الدالة جيرون اف شناهي؟ إذا هي مجموعة الأعداد الحقيقية هذه اللي كتبتها بها بأي مجموعة تعريف، مجموعة الأعداد الحقيقية، دائما مجموعة الأعداد الحقيقية التي تحقق، ماذا؟ إذا هاد الأعداد هادو اللي بقاو لينا هاد الجوج هادو هما اللي عطاونا صور بالدالة جيرون اف في المجموعة الجي. علاش؟ لأن هاد الأعداد هادو أول حاجة باش يمروا من هنا لهنا فخاصهم يكونوا كينتميو لمجموعة تعريف الدالة اف، حيت لما كانوش كينتميو لمجموعة تعريف الدالة اف ما عمرك كتشوفهم في هنايا في هذه المجموعة اف، حيت هما مكينتموش مجموعة تعريف الدالة اف، إذا فليس لهم صور في المجموعة اف، ولا مكانش عندهم صور في المجموعة اف غادي يوقفوا مغاديش يجيو لهنا. بحال مثلا هذا، هذا إكس ربعة فهو لا ينتمي لمجموعة تعريف الدالة اف، واش لقينا له؟ ما لقيناش. علاش؟ لأن هذا العدد ما داش لينا هنا باش يمكن لينا نقدروا نحسبوا ليه عاوتاني الصورة ديالو بالدالة شو ويخرج لينا عدد هنا. إذا هذا العدد ما داش تحبس هنا، إذا الى تحبس هنا ما غاديش يعطينا، ما غاديش يكون كيتعمل مجموعه التعريف الداله جيرون اف. اذا شنو هو الشرط الاول؟ هما ان هاد الاعداد باش انهم يمروا لهنايا خاصهم يكونوا كيتعملوا مجموعه التعريف الداله اف. اذا هنا يعني خاص تكون اكس تنتمي الى مجموعه التعريف الداله اف، و شرط ثاني ها هو هذا داز لهنا ولكن ما لقيناش له، ها هو كان كينتمي لمجموعه التعريف الداله اف ولكن ما لقيناش عنده صورة بالدالة جيرون اف، يعني ما لقيناش عنده صورة هنا. شنو هو السبب؟ هو انه تحبس هنا، يعني اي 3
لا تنتمي لمجموعه التلات الدالات. وشنو هي الايكغيك؟ هي الثوره ديال اف، الثوره ديال اكس الداله اف. هاد الايكغيك 3 هي اف لاكس 3. يعني شنو هو الشرط باش انه يكون يدوز، يكون كينتمي لمجموعه التلات الجيرو اف؟ يعني باش يدوز لهنايا شنو هو الشرط؟ اول حاجه هاد اكس 3 خاصو يكون كينتمي لمجموعه التلات الداله اف، والصوره ديالو اللي هي الايكغيك 3 تكون كتنتمي لمجموعه التلات الداله جي. يعني اكس تنتمي الى دي دو اف، والصوره ديالو اف لي اكس الصوره ديال هذا، الصوره ديال هذا ماشي تكتب لي هنا الايكغيك. شنو هي الايكغيك؟ خاص هاد اكس هادي يكون كينتمي لدي دو اف، والصوره ديالو حتى الايكغيك هي الصوره ديال اكس. بما ان هاد اكس واحد ينتمي الى دي دو اف، والصوره ديالو اللي هي الايكغيك واحد اللي هي كتساوي لي اف لي اكس واحد، حتى هي كتنتمي لمجموعة التعريف ديال الدالة الثانية. إذا غادي تمر لينا لهنا وغتعطينا صورة تبدا هنا، و اف لي اكس تنتمي إلى دي دو جي. هذه هي مجموعة التعريف الدالة جيرون اف. بالنسبة للتطبيق عندنا جوج ديال الدوالات، الدالة على ديال اف والدالة على ديال جي. فأول المطلوب منا هنايا هو تحديد مجموعة التعريف الدالة جيرون اف. يعني جيرون اف حنا سبق لينا حطينا المجموعة التعريف ديالها، إذا من تما غادي نلقاو ليها مجموعة التعريف. أول حاجة خاصنا نحددو مجموعة التعريف الدالة اف ومجموعة التعريف الدالة جي. إذا هنا تحديد مجموعة التعريف كل دالة. إذا نبداو هنا دي دو اف، دي دو اف عندنا واحدة على إكس. إذا شنو هو الحاجة اللي مخصهاش تكون عندنا؟ هو أن الصفر في المقام، الصفر في المقام مخصهاش يكون عندنا. إذا دائما أي حاجة عندك في المقام فخاصها تكون تخالي في الصفر. إذا هنا غندير إكس تنتمي إلى إر، وتحقق أن إكس تخالي في الصفر، يعني جميع الأعداد الحقيقية ما عدا صفر، اللي هي يا اما تكتب لي ار نجمة، يا اما تكتب لي موال لانفيني صفر، شي حاجة صفر بيس لانفيني. وهادي سهلة باش انك تحيد الصفر من المجموعة ار. المجموعة ار هي من موال لانفيني حتى بيس لانفيني، وانك حيدتي الصفر من الوسط يولي عندك جوج مجموعات، المجموعة الاولى من موال لانفيني حتى الصفر، المجموعة الثانية من صفر حتى بيس لانفيني. حيدتي الصفر من الوسط بحال شي ورقة طويلة قطعتيها، حيدتي لها الصفر، يعني قطعتيها من الوسط. ورقة طويلة بادية من موال لانفيني حتى بيس لانفيني، قطعتيها من الوسط حيدتي لها بيس لانفيني، حيدتي لها الصفر. ولا عندك جوج مجموعات، واش عندك مجموعة من موال لانفيني حتى الصفر، ومن الصفر حتى بيس لانفيني. هادشي اللي درنا. دابا المجموعة الثانية فهي دي دو جي، هي مجموعة الأعداد الحقيقية والتي تحقق أن المقام خاص يكون عندي المقام يخالف صفر، يعني إكس ناقص اثنان تخالف صفر. هاد إكس ناقص اثنان تخالف صفر يعني إكس تخالف اثنان، لحيت جهة اثنان ديتها الجهة أخرى غتعطيك إكس تخالف اثنان، يعني جميع الأعداد الحقيقية ما عدا اثنان. يعني إما تقدر تكتبها بحال هكدا مجموعة الشيء، يا إما تكتبها بحال هكدا، يا إما تكتبها بحال هكدا من بحال اللي درنا الصفر موال لانفيني حتى الاثنان، شي حال من اثنان حتى بيس لانفيني. كيما قلت ليكم قبيلا بحال الصفر بحال قطعتيها من الوسط حيت من اثنان، ولو عندك جوج ديال المجموعات. دابا نحطو مجموعة التعريف الدالة جيرون اف. جيرون اف دائما اكس تنتمي الى ار، والتي تحقق أن إكس خاصها تكون كتنتمي لمجموعة التعريف الدالة إف، يعني إكس تنتمي إلى دي دو إف، و إف لي إكس تنتمي إلى دي دو جي. إذا هنا إكس تنتمي إلى إف، والذي يحقق إكس تنتمي إلى دي دو إف. شنو قلنا دي دو إف؟ يعني جميع الأعداد ما عدا صفر. يعني شنو نكتبو؟ إكس تخالف صفر، و اف لإكس تنتمي لمجموعة التعريف دي دو جي. شنو هي مجموعة التعريف ديال جي؟ هي مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا العدد اثنان. إذا هاد اف لإكس خاصها تكون تخالف اف لإكس خاصها تكون تخالف اثنان،
وغنحلوا هذه المعادله. هذه المعادله بين اكس تخالف زيرو، وهنا خاصنا نشوفوا اكس اش كتخالف، يعني نعوض اف اكس بالقيمه ديالها ونحلوا المعادله ونشوفوا اكس يعني شنو العدد اللي كتخالفه. اذا المعادله اف اكس هي عندنا اكس تنتمي الى ار، وحيث تحقق ان اكس تخالف صفر، و اف اكس هي 1 على اكس، عوضت اف اكس بالقيمه ديالي اللي هي 1 على اكس تخالف 2، يعني ان اكس تخالف اكس تنتمي الى ار، حيث ان اكس تخالف 0. و إذا درنا العلاقة الثلاثية، لاحظ أن جوج هي جوج على واحد، إذا هنا جوج في إكس تساوي واحد في واحد، جوج في إكس تساوي واحد في واحد، يعني جوج إكس تساوي واحد، يعني إكس تخالف واحد على اثنان، وهذه هي مجموعة التعريف، يعني مجموعة التعريف هاد الدالة، نحيدو الصفر ونحيدو الواحد، شنو غنبقى معانا؟ يعني عندنا مجموعة فيني حتى بإثنان فيني، لا حيدتي الصفر وحيدتي الواحد، واحد على جوج. حيدتي الصفر وحيدتي الواحد على جوج، غير عندك ثلاثة المجالات، المجال اللي من بعد واحد على جوج، والمجال اللي قبل من صفر، والمجال اللي بيناتهم، إذا هنا غيكون عندي المجال من موال انفيني حتى صفر، اتحاد من صفر حتى واحد على اثنان، اتحاد من واحد على اثنان حتى زائد ما لا نهاية، إذا هذا هو المجال. ديال هذول هذه مجموعة التعريف ديال الدالة الجيومتري، هكذا كتخدم. بقى لنا دابا ثم حدد صيغتها، غنمسح السبورة باش نكملو الباقي. هنايا باش نحدو الصيغة ديال الجيرون اف، فنوضعو لكل ديمار لكل اكس من دي جيرون اف لدينا، يعني جميع الأعداد التي تنتمي إلى دي دو جيرون اف. هنا فين غنلقاو الصيغة؟ الصيغة ما نلقاوهاش في ار كاملة، يعني غير الأعداد اللي كيتعملو مجموعة تعريف جيرون اف، هاد الصيغة خدامة غير في هاد المجموعة هادي اللي هنا. إذا هنا جيرون اف، جيرون اف دو إكس شناهي؟ جيرون اف دو إكس هاد غون هادي كتفرق، كتولي كتحط جي ديال اف لي إكس، يعني غتحسب لي اف اكس هي الاولى وتوضع عليا تعوض عليا في المجموعه جي. دير هنا جي شناهي؟ جي التعبير ديالها هو 2 اكس زائد 1 على اكس ناقص 2، فعوض اكس هنايا، هنا هادشي اللي كيكون هنايا كنعوضو هنا فهادو بجوج. اذا هنا شنو عندي؟ هنا عندي جي ديال اف اكس، فهاد اكس هادي غنعوضها باش باف اكس، العوض هذه ب اف اكس، فهنا تاهي تكون اف اكس، وهنا تاهي تكون اف اكس، يعني ديما العدد اللي عندنا في الاقواس هو اللي كنعوضو هنا وهنا. اذا شنو تعطيني هذه؟ 2 اف اكس زائد 1 على اف اكس ناقص 2، دابا عاد نعوض اف اكس بالقيمه ديالها اللي هي 1 على اكس، تعطيني 2 على اكس زائد 1 على 2 على اكس ناقص 2، اللي هي يعني جيرون اف دو اكس تساوي، انا واحد المقام الفوق فغيعطيني المقام الفوق هو المقام الواحد هو اكس، هنا 2 المقام ديالو اكس يعني ما يتبدلش، لكن الواحد المقام ديالو واحد يولي عندو المقام ديالو هو اكس، على لتحت هو المقام الواحد عندي هو اكس، 2 ما يتغيرش ناقص 2 اكس واحد المقام، إذا المقام واحد هو اكس، إذا 2 شنو المقام ديالو؟ واحد، واحد خاصني نضربو في اكس، إلا ضربت واحد في اكس حتى 2 غنضربها في اكس، غتعطيني ناقص 2 اكس، وهاد اكس هذا، هاد اكس هذا غيتختزل مع هذا، شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا 2 زائد اكس على 2 ناقص 2 اكس. صافي، إلا عملت بواحد على جوج ما غادي يعطيني والو، إذا جيرون اف في هاد التعبير ديالها هو هاد، تقدر كاع تعمل، تقدر كاع تعمل تولي عندك واحد على جوج، واحد على جوج، إذا هنا 2 زائد إكس عامل لي 2 عامل لي 1 ناقص إكس، ما غادي تغير هاد
هذه زدتها ما غادي تزيدنا ما تفيدنا بوالو. اذا هذا هو التعبير، تعبير الداله جيرون اف، جيرون اف جيرون اف دو اكس كتساوي لي 2 زائد اكس على 2 عامل لي 1 ناقص اكس. مهما يكن اكس من دي جيرون اف، فالتعبير ديالها هو 1.